هو بلعام ابن باعورة، وقد عاش في زمن موسى عليه السلام، وقد قيل أنه المقصود بقوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تفسير هذه الآية الكريمة قصة كانت في عهد موسى عليه السلام وبني إسرائيل، فبعد أن أنقذهم الله عز وجل من آل فرعون وأمرهم بالذهاب إلى فلسطين، مروا في طريقهم بأرض بني كنعان، وكان هؤلاء القوم متحالفين مع فرعون كارهين لموسى عليه السلام، وكان فيهم رجلا مؤمنا وعبدا صالحا من أهل العلم نال قدرا كبيرا من العلم والمعرفة، وكان هذا الرجل مستجاب الدعاء، فقد كان يعلم اسم الله الأعظم، فإذا دعا الله استجيب له، وإذا سأله أعطاه مسألته. قال ابن كثير رحمه الله أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين، وكانت له مكانة كبيرة بين قومه، وذلك لعلمه وزهده وفطنته، فضلا عن أنه مستجاب الدعاء، وكان يعيش في مدينة بلقاء، وكانت هذه المدينة تسمى بمدينة الجبارين، وذلك لأن سكانها كانوا يتسمون بالقسوة والتجبر. وفي أحد الأيام وصل نبي الله موسى من أجل الحرب للدخول إلى مدينة الجبارين، فقال القوم الجبارون إن موسى سيخرجهم من هذه الأرض ليحل محلهم بني إسرائيل، ففزعوا من هذا القول، وهنا اجتمع القوم وقرروا الذهاب إلى بلعام ليدعوا لهم على موسى لأنهم يدركون أنه مستجاب الدعاء، فهرعوا إليه ليطلبوا منه أن يدعو على موسى وبني إسرائيل، فقالوا له: يا بلعام، إن موسى رجل شديد ومعه جند كثير، وأنه قد جاز البحر ليخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحل محلنا بني إسرائيل، ونحن قومك وليس لك بقاء بعدنا، وأنت ذو مكانة فينا، ولك عند الله مقام ومجاب الدعوة، فاخرج وادع الله أن يردهم عنا، وادع الله على موسى وبني إسرائيل. فقال لهم بلعام: ويلكم، هذا نبي الله وهؤلاء قومه ومعه ملائكة من السماء والمؤمنون على هذه الأرض، كيف أدعو الله عليه وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون؟ إنكم ستلقون بي إلى التهلكة، وإني لا أدخل في شيء من أموركم، فاتركوني إليكم عني. فلم يتركوه وأعادوا الكرة وألحوا عليه وقالوا له: يا بلعام، لك عندنا لمنزلة ومكانة، ولا نقطع أمرا إلا بك حتى تخلصنا منهم. وبعد إلحاح منهم قال لهم: أمهلوني مدة لأرى ماذا يأمرني ربي. حاهم عليه حتى أعاد الاستخارة، وظل يتكرر النهي من الله في عدم الدعاء عليهم. وبعد الجدال الشديد مع بلعام أدركوا أنه لا فائدة منه، لذا اتجهوا لإغرائه بكل ما يمكنهم أن يغروه به، فحملوا إليه الهدايا والأموال والكنوز من ذهب وفضة، وعندما رفض كل ذلك لم يكن أمامهم إلا الذهاب بالهدايا إلى امرأته التي كان يحبها حبا جما، ويطيعها وينقاد لها ولا يرفض لها طلبا. فقالت: يا بلعام، إن لهؤلاء القوم حقا وجوارا عليك، فانظر في أمرهم. فقال لها: لولا أني أعلم أن هذا الأمر من الله لأجبتهم. فقالت: انظر في أمرهم. فقال لها: حتى أرى ما يأمرني ربي. فنام ولم يوحى إليه بشيء هذه المرة، فقال لقومه: لم يوحى إلي بشيء هذه المرة. فقالوا: يا بلعام، لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرات السابقة. فلم يزالوا به حتى ضل وغوى، وكان الله عز وجل عزم له في أول الأمر على الرشد، ولكنه أبى ألا يفتن.
وعزم بلعام على أن يدعو بسم الله الأعظم على نبي الله موسى. وكان هناك جبلا يدعو الله تعالى عليه باسمه الأعظم، فانطلق بلعام بن باعوراء إلى الجبل، وكان راكبا على ظهر إيتان وهي أنثى الحمار. وفي أثناء سيره توقفت الحمارة وثبتت في مكانها ورفضت أن تكمل المسير، فنزل عنها بلعام وضربها حتى تحركت بضع خطوات، ولكن الإيتان توقفت مرة أخرى فنزل عنها وعاود ضربها فمشت ثم توقفت، فنزل عنها وأخذ يضربها مرة أخرى، فأذن الله لها بالكلام فكلمته حجة عليه وقالت له: ويحك يا بلعام، أين تذهب؟ انظر إلى ما بين يديك، إنك تسوقني والملائكة يردونني، ألا ترى أن الملائكة أمامي يردونني عن وجهي هذا؟ يقولون لي: أتذهبين إلى نبي الله والمؤمنين يدعو عليهم بلعام؟ أتذهب لتدعو على نبي الله باسم الله الذي تستجلب به رضاه أو سخطه؟ وقالت له: ويلك يا بلعام، كف عني وارجع. فلما سمع بلعام بن باعوراء ذلك خر ساجدا وظل يبكي حتى انصرفت الملائكة وركب حماره وعاد لقومه. وحينما أخبر بلعام قومه بما حدث معه استهزأوا به وهددوه إن لم يفعل ما يأمره به سيناله منهم عذاب عظيم، فرضخ بلعام لطلبهم ودعا على موسى وقومه بسم الله الأعظم أن يتوهوا بحيث يتعذر عليهم دخول مدينة الجبارين، وظل يدعو على موسى حتى إذا دعا لم يستجب له، فقال له الكنعانيون: ويحك يا بلعام، لم يحدث له شيء. فكلما كان يدعو بلعام على موسى وقومه بسوء أو هزيمة حول الله لسانه بهذا الدعاء على قومه من الكنعانيين، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله لسانه لموسى وبني إسرائيل فيعم على موسى وقومه الخير والبركة. فذهب إليه الكنعانيين وقالوا له: أتدري يا بلعام ماذا تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. فقال بلعام: أنا أعلم، ولكني لا أملك من الأمر شيئا، فكل ذلك يحدث بفعل الله عز وجل. وقال لهم: إني لا أستطيع أن أدعو عليهم. ثم ندم. استغرب الكنعانيون مما يحدث ودب في قلوبهم الرعب، لأنهم يعرفون أن دعوة بلعام مستجابة، ومن المفترض أن يدعو على قوم موسى بدل أن يدعو على قومه، وعرف بلعام أنه خسر كل شيء. فقالوا له: يا بلعام، هل ستتركنا هكذا؟ ماذا نفعل؟ قال لهم: لقد خسرت آخرتي ولن أخسر دنياي، فما هي إلا الحيلة والخديعة. فقالوا: كيف يكون لنا المكر؟ فقال: أما عن موسى ومن آمن معه، إذا ارتكب بني إسرائيل الفواحش والمعاصي فسيغزيهم الله تعالى، سأدلكم على حيلة تمكرون بها بموسى ومن معه من بني إسرائيل، وهو يعلم جيدا أن المعاصي والفواحش تؤدي بأهلها إلى الهلاك. فقال لهم بلعام: آتوا بنساء القبيلة فجملوهن وأعطوهن بضائع يبيعونها لبني إسرائيل، ومروا النساء ألا يمنعن أنفسهن عن أي رجل من بني إسرائيل يريدهن، إن الله يبغض الزنا، فلو زنى منهم ولو رجل واحد فقد هلكوا وكفيتموهم، وستتخلى عنهم الملائكة ولن ينصرهم الله عليكم، وسيعاقبهم الله عز وجل كما عوقبنا. فلما دخلت النساء على بني إسرائيل وكان هناك نساء في غاية الجمال، دخلن على أكثر من رجل فأبين لقوة إيمانهن غير أن هناك من وقع في الزنا، ثم أنزل الله عليهم رجزا من السماء، فأنزل الله الطاعون على بني إسرائيل وحصد منهم حصدا حتى قيل أنه قتل منهم 70,000. وكان هناك رجلا يدعى فنحاس، فدخل ومن معه على كل من كان يزني وقتلهم بحربته، ثم خرج ورفع يديه للسماء وقال: هكذا نفعل بمن يعصيك، فعفى الله عنهم ورفع عنهم الطاعون، وقيل أنه قتل منهم 70,000 في ساعة من النهار. أما بلعام ابن باعوراء الذي فعل كل هذا وفضل الدنيا على الآخرة، فقد شبهه الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأعراف بالكلب، ولقد استخدم القرآن الكريم كلمة سلخ لوصف كفره، وهي كلمة معجزة، فالانسلاخ من الشيء صعب إذا كان نعمة عظيمة، والشيء هنا هو آيات الله عز وجل التي لم تؤتى إلا للأنبياء عليهم السلام. فشخص تمتع بنعمة كهذه وهو ليس نبيا فيكفر بها،
فلا شك أنه من أغرب البشر على وجه الأرض. ولم يذكر الله تعالى في القرآن الكريم ولا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية كيف كانت نهاية بلعام بن باعوراء، ولكن المؤكد أنها كانت نهاية مخزية. والجدير بالذكر مشاهدينا أن هذه القصة بتفاصيلها لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة، ولكن قد وردت في الإسرائيليات التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصدقها ولا نكذبها. ولكن قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله. عزيزي المشاهد، إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما لنا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، ولا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات.